وانا جايه في 100 جنيه وقعت مني، وابويا لو رحت قلت له ان ال 100 جنيه وقعت مني هيزعق لي يا مسمار. يلا شيبسي، عندي شيبسي، عندي شيبسي بالجبنه، وعندي شيبسي كمان بالطماطم، وعندي فشار. ماما ماما انا عايزه كيسين شيبسي. نقي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. بصي انا عندي شيبسي بالجبنه، وكان عندي خل بالملح، وكمان عندي دريتوس. عايزه ايه؟ انت مالك يا حبيبي عيط كده ليه؟ مين اللي عورك بالشكل ده؟ مريضه بقى ضربتني. هقولك يا طنط. فهميني يا حبيبتي هو ماله. هقولك، هو وقع منه 200 جنيه حق البضاعه، وطبعا هو روح البيت. راح لمين؟ لمرات ابوه. مرات ابوه بقى على طول على الصح، وعمت فيه زي ما انت شايفه كده. حرام عليها، في حد يعمل في عيل كده؟ طب فين بابا في الموضوع ده كله؟ ابويا بيروح منها. بابا ما بيقدرش يكلم ماما. طب خلاص ايه ده؟ طيب ما تعيطش، هو وقع منك كام؟ انا عامك ياما عبابدي. هو فعلا ما فيش قد حنان الام. هو وقع منه كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه؟ اه. يا ماما يا ماما ساعديني يا ماما، ده شكله غلبان يا ماما. طب اشتري من عنده 2 شيبسي واشتري من عندها 2 شيبسي، انتوا اخوات صح؟ لا احنا مش اخوات، انا الحمد لله ابويا وامي عايشين، ما عنديش مراد اب ولا جوز ام. ربنا يخليها لي ويخليهم لك. بص 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 اهدى كده، وكل ما تصلي ادعي لمرات ابوك ربنا يهديها عليك كده، ويعني وتبقى حنينه عليك. حاضر. طيب اخدتي 2 شيبسي بقى من عندها؟ هاخد يا ماما. يلا بصي عندي شيبسي بالجبنه. ربنا ياخدها يا ابني، يا ربنا يهديها عليك مش ياخدها. انا خدت دول يا ماما. دول بقى بكام عندك؟ ب 10 جنيه. وانت يا حبيبتي؟ ب 10 جنيه برضه. تمام. بص دي ال 10 جنيه بتاعتك. شكرا. ودي ال 10 جنيه بتاعتك. شكرا. بص بقى دي الفلوس اللي معايا، اعتبرهم مساعدة مني ليك على ال 200 جنيه اللي ضاعوا منك. لا يا دان، انت ذنبك ايه؟ انت زي بنتي برضه. اتفضل. ماشي شكرا. ماشي. يلا بينا يا هنا. يلا يا رب. يلا شيبسي، عندي شيبسي بالجبنة، وعندي شيبسي بالطماطم. بابا. ايه يا مكة؟ أنا عايزة شيبسي. اللي انت عاوزاه، اختاري اللي انت عاوزاه يا حبيبتي. بصي عندي شيبسي بالجبنه، وعندي بالطماطم كمان. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مرضى ما ضربتني. يا نهار ابيض، يعني مرضى ابوك عامله فيك كل دوت؟ ايوه. ليه كده حبيبي؟ ليه يا حبيبتي؟ في ايه؟ هقول لك يا عمو، هو وقع منه 200 جنيه، روح البيت، راح طبعا راح لمرات ابوه، مرات ابوه بقى على الصح وضربته وعملت فيه كده. يا نهار اب، انت متكسر يا ابني. تعرف ايه؟ بابا معرفش يتكلم لمرات ابوه عشان ما سيبلوش البيت وتمشي، عشان هو كان خايف منها. اصل بابا بيخاف من مرات ابويا. بجد والله؟ والله تعالى. انا بحبك ياما. بحب مامته نفسه. ثواني. مين بصرح لك شعرك كده يالا؟ انت مظبطه بجل وكريم يالا اهو، انت عامل الشعر على الشعر. ازاي بقى؟ تظبط شعرك كده وانت مضروب يالا؟ ولا انت بتضحك عليا وبتشتغلني يالا، صح؟ لا يا عمو. يا بابا. ايه؟ ده عاملين فيلم هندي علينا. على فكره انا كنت بعمل كده في المدرسه، وبفضل امثل للميس عشان ما بابباش كاتبه الواجب. لا ده فيلم انجليزي. ظريف. ثواني يا مكس، ثواني. حاضر يالا. ولا ضيع منك 200 جنيه صح؟ انا هديك ال 200 جنيه بس تقول الحقيقه. من ايه؟ 200 جنيه؟ تقول لا. قول الحقيقه. ايه؟ في ايه؟ ثواني يا حبيبي. 200 جنيه. 200 جنيه. انت بتضحك عليا ولا ايه؟ قول الحقيقه، ثواني قول الحقيقه. لو اديك 200 جنيه. 200 جنيه ومن ايه؟ ثواني بس. هو ثواني يا حبيبتي بقى انت. ثواني يا حبيبتي. ما تبقاش جنبي تاني، انت كده بتضحك عليا. ثواني بقى قول لي يالا. يا عم ده فيلم اهو. ما بقش حاجه يعني. ما فيش. لا والله. يعني انت كده كداب بقى. ما تبقاش جنبي تاني بقى. 200 جنيه؟ ماشي. واحنا هناخده 4 شيبسي. خد يا مكة.
اكلنا اربع شيبس اهو كده 250. 250 هروح حسن مرات ابوه. انا حسن مرات ابوك يالا. ماشي يالا. لما تيجي تسيح يالا ما تسيحش علينا احنا يالا. وكمان كمل الفيلم يالا ونيم شعرك يالا وبهدل. ندي هدومك نضيفه يالا. حتى الضرب ده كله مفيش هدوم اتقطعت يالا. انت عبيط. يلا يا مكه. يلا بابا. انا حاسب مرات ابوك. وانت يا بنت تعرفي تتكلمي حلو والله. انت عبيط؟ انت ما بتفهمش؟ ها؟ قلت له ان احنا بنعمله فيلم. ها؟ مش انا قلت لك ما تقولش لحد حاجه؟ ما 200 جنيه يا امنيه. هقول لبابا عليك. انا ما فيش. ده لو عطاك 1000 جنيه برضه ما تقولوش على حاجه. خلاص يا امنيه خلاص. ما تقولش لحد احنا بنعمله فيلم تاني. مش هسيبك. حاضر. ده انا هضربك مش مرات ابوك ليه هتضربك؟ عيط. اقعد عيط يلا. الله يعافيك ياما. عايز تروح فين بقى النهارده يا سارة؟ الملاهي يا ماما. حاضر من عينيك. ايه اللي عمل فيك كده؟ مرات ابويا. يا عيني. طب هي عملت فيك كده ليه؟ افهمك يا طارق. هو اخوكي؟ لا انا ما اعرفوش، بس هو صعب عليا فخليته يبيع جنبي. كتر خيرك والله. بص يا طارق. طب بالراحه ما تعيطش ما تعيطش. هو وقع منه 200 جنيه فلوس البضاعه. اه. روح. لا مين؟ مرات ابوه. مرات ابوه بقى عطته العلقه الصح وضربته زي ما انت شايفه كده. ايوه. طب وليه باباك ما دافعش عنك يا حبيبي؟ استاذن ابويا قصير وامي تخينه. بص يا طنط. وكمان يا طنط اول ما ابويا دخل شمطته بالكوبايه. وتخينه يا طنط تخينه قوي. يا عيني. هو انت شبه باباك صح؟ اصل انت صغنون كده. لا هو بقى. ايوه. هي بابا بيخاف يزعق لمرات ابوه. عشان مرات ابوه طويله وتخينه وعريضه كده طويله قوي. وهو عيني قد العصفور. مش بيعرف يتفاهم معاها يا عيني. ده حمامه. انت امسكه كده تعلقه كده. كده. والله في ابهات كده برضه. ابهات اخر زمن والله. تخلي ولادهم يتضربوا كده. معلش. يا رب مرات الاب خدها يا رب يا رب. لا حرام. قول الله يسامحها. قول الله يسامحها. يابا دي فين؟ تعالوا نبقى يا رب. انا عايز اقول لك حاجه. ايه يا حبيبي؟ انا مش عايزه اروح الملاهي. ليه؟ عشان تساعديهم يا ماما، وكمان يشتري من عندهم عشان تزودي الفلوس اللي انت عايز تساعديهم بيها. يا رب. ماشي يا صالح. طب شوف انت عايز تختار ايه. انا هختار كيس الشيبس اللي بيكسب، وعايز واحد لاخت. حاضر. يا رب مراد الاب خدها يا رب. طب بص كيس الشيبس ده بكام؟ ب 5 جنيه الواحد. طب خد يا حبيبي 5 جنيه اهي. ماشي. وهاخد جوليو لاختك عشان اختك. ماشي يا ماما. عايزه واحد جوليو. حاضر. خدي خدي يا صاحبي. بصي يا حبيبي خد دي بقى خليها معاك بدل الفلوس اللي ضاعت منك. انت زي ما جاي يا دند. لا يا حبيبي انا بساعدك. انت زي ابني برضو. ماشي يا دند. شوف انا. تعالش خلاص. مش زعلان يا دند. خد يا صالح بقى واحد يلا كده. افتحوا بقى وريني هتكسب ايه. ماشي يا ماما. الله يا ماما. عربية وفريرة. جميلة قوي يا ماما. حلو قوي يا صالح. مبروك عليك يا حبيبي. ما تتعبش بقى. بالله عليكي طبطبي عليه وخلي بالك منه حرام. حاضر. عايز حاجة تاني طيب أساعدك بيها؟ لا شكرا يا طن. ماشي حبيبي. ربنا يخليك يا طن. يخليك يا طن. ويخلي لك ابنك يا طن. ربنا يهدي لك مرات أبوك وأبوك يا رب. وشوفك يا دكتور يا طن. يا رب إن شاء الله. يلا يا ماما. بصوا أمنية. جدع يا عثمان. جدع كده انت شوت. زي الملك. مالي مالي جيبي. ماشي. خلاص بقى عيط بقى. يلا شيبسي. عندي شيبسي. نهار اسود. مين اللي مخرشمك كده يا مسمار؟ ازيك. ما فيش حاجه يا سوكه. فيش حاجه ازاي يعني؟ ده انت متكسر قدامي اهو. دي صبايا يا سوكه. صبايا مسمار. قلت
على فكره اقول لبابا عليك. هشام ليه؟ ما تفهمني يا مسمار، انا مش فاهمه حاجه. وانت مالكيش دعوه، انت مالك انت، وانت اللي دخلك في شغلنا انت. فهمني يا يلا ما تجيش شغلنا تاني. ليه؟ نعم روح انت. بص بقى، دي بتضحك عليك وتاخد منك فلوسك، انا عارفه، وانت بتحب اللي بيضحك عليك. مالكيش دعوه امي، مش بتنفعك دي، مش بتحبك، دي اكبر منك. مالكيش دعوه، روح على امي. ماشي هتديك على قفاك يا هبل. اشوك ايه؟ ايه يا مسمار؟ دي نصبايا عاملينها. نصبايا بتضحكوا على الناس يعني؟ اه ده انا بصي ايديها مش مكسوره ولا اي حاجه ولا دماغك. يعني انت سليم؟ سليم ايه؟ سليم. طيب ماشي، خوفتني عليك يا موكول. الدرجه دي بتخاف عليا؟ ماي لاف يا سوكا. في ايه يا مسمار؟ مش حاجه. بص يا سوكا، 50 جنيه يا سوكا ليك يا سوكا. 50 جنيه؟ من الصبايا اللي احنا عملناها. ابوك مش هيزعق لك يا مسمار؟ لا، ده انا مسمسر منه. طب يا مسمار بقى ايه؟ ايه وانا جايه في 100 جنيه وقعت مني، وابويا لو رحت قلت له ان ال 100 جنيه وقعت مني هيزعق لي يا مسمار. يعني ايه هعمل دلوقتي؟ عايزه 100 جنيه يا مسمار. ماشي هجيبها لك. ماشي، هرن عليك بالليل نروح نشربوا قهوه مع بعض. ماشي يا سوكا. عشان تظبط دماغك كده. ماشي يا سوكا. ماشي، هاخد كيس شيبسي بقى. خد اللي انت عايزاه. اكيد عطاك فلوس صح؟ لا لا لا، واخد منك كيس شيبسي. لا ما دفعتش فلوس. يعني تديك على قفاك؟ لا، عشان انت عبيط بقى. لا والله ليلى البابا عليك. لا انت عبيط وتحب اللي يضحك عليك. تديها الشيبسي اللي بيكسب ببلاش ليه يا اما؟ عايشة يا عبيط. ياما ياما يلا شيبسي، عندي شيبسي. مالك يا حبيبي في ايه؟ ما دي ما ضربتني يا عمو. ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ بص يا عمو، هو وقع منه 200 جنيه وروح البيت لقى مين؟ مرات ابوه. مرات ابوه بقى عطول على الصح وضربته وعملت فيه زي ما انت شايف كده. يعني مرات ابوك اللي عملت فيك كده؟ اه، وابو ما بيقدرش يتكلم معاه. ليه؟ يتكلم مع مرات ابوه، تعرف ليه؟ ليه؟ عشان ابوه قصير قد كده، صغير قوي قد العصفور. ابوك قصير قد كده؟ اه يا عمو. ولكن بقى مرات ابوه طويله طويله قوي، تمسكه كده تعلقه كده فوق. انا قصير يالا، انا قصير. تعمل على ابوك فيلم يا مسمار. ابو مسمار، مسمار مش عاجبني خالص. ابو مسمار، مسمار مش عاجبني، ولا عاجب امه، ولا عاجب عمه، ولا عاجب خاله، ولا عاجب حد خالص. ليه ينفع كده يعني يا مسمار؟ تعرف ليه؟ ليه؟ عشان في عمه جه وقال له قول الحقيقه وهديك 200 جنيه، راح قال له احنا بننصبه، قال له كل الحقيقه. بعد كده اخذ منه اكياس شيبسي كتير قوي، ابوه اللي بيكسب قال له انا حاسب مرات ابوه. ما عطاهوش ال 200 جنيه؟ او ايه بابا بتهزر؟ انت طلع اهبل لمين يالا؟ لامي طبعا يا بابا. في حاجه تانية حصلت يا امنيه؟ اه يا بابا كمان. سوكا يا بابا مالها؟ جت اخذ منه فلوسه واخذ كمان الشيبسي اللي بيكسب وضربته على قفاه ومشت. سوكا تضربك على قفاك يا هبل؟ ايه بابا محدش يضربنا على قفايا. انا النهارده هروح لهم البيت ومش هسيب سوكا. ايه بابا انا بحبها دي، ماي لاف. اخر مره تكلمها يالا. حاضر. يا اما عايزكوا تصحصحوا كده وتفوقوا. الله يرحمك يا اما. ماشي بابا. ماشي يا بابا. الفلوس خليها معاك اخر النهار، اخدها منك. ماشي. لا يا بابا خدهم منه، يا بابا خد منه الفلوس عشان انا خايفه سوكا تيجي تاني وتاخد منه في كل الفلوس. سوكا تاني تبقى تكلمها او تبص لها، شوف هعمل فيك ايه. معايا فلوس ياما، معايا فلوس ياما. ماشي يا امنيه، عايزكوا تصحصحوا كده. حاضر. ابنها بتهزر. ركز مع اختك. حاضر يا بابا. اقسم بالله في البيت هشمطك على القهوه. ناوي. يلا يا امنيه اشتغل. يلا يا امنيه. يلا شيبسي، عندي شيبسي للكبده وعندي شيبسي للطماطم.